تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي، وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الصحية والطبية، وأيضا هو إحدى قنوات هيئة الصحة بدبي للتواصل مع الجمهور الكريم. فمن لديه أي استفسار أو اقتراح أو ملاحظة أو حتى شكوى، فما عليه إلا بالاتصال على 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية 4006. في بداية اللقاء بس بغينا نذكر الأخوة المستمعين أن آخر يوم للتأمين الصحي هو 31-12-2016، واللي يسأل عن كيفية الحصول على التأمين، أنا الآن بتكلم عن الفئات المساعدة اللي هم الخدم وعمال والعمالة والسائقين في المنازل. في عندنا من 50 شركة، في هناك 9 شركات تقدم الباقة الخاصة للفئة المساندة، وقيمة الباقات هذه هي 550 درهم سنويا، يعني بواقع 45 درهم في الشهر. ومثل ما قلنا هناك في 9 شركات تقدم هذه الخدمة، يعني بذكرها بشكل سريع. شركة أكسا الخليج للتأمين، وأيضا تكافل الإمارات، ودار التكافل، وأورنيت للتأمين، وشركة رأس الخيمة للتأمين، وشركة ضمان للتأمين الصحي، وشركة عمان للتأمين، وميتليف، وأيضا الشركة الوطنية للتأمين. طبعا ممكن يعني تشوفون، تدخلون على المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات، أو تتواصلون مع مراكز المبيعات لديهم، فهم يعني يقدمون مثل ما قلت الباقة الأساسية الخاصة بخدم الخدم والسائقين والعمالة المنزلية والمزارعين أيضا. يعني وايضا من ايضا في شيء اخر ايضا بعد ان شاء الله باكر بيكون معنا الدكتور حيدر اليوسف، وبيكلمنا بشكل تفصيلي عن موضوع التأمين والاجراءات المتبعه وكيف الحصول على التأمين، وايضا اللي عنده اي استفسار او اي يعني سؤال ممكن يتواصل ويانا عبر برنامج عبر أرقام التواصل اللي ذكرتها قبل شوي وبكررها الآن، هي 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. في أيضا من الأشياء أيضا الخاصة في موضوعنا اليوم، نحن اليوم عندنا موضوعين. اليوم بيكون معنا دكتورين، دكتور أو الدكتورة في البداية بعد الفاصل بناخذها، دكتورة اسمها جاسم مال الله، هي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، طبعا هي من مستشفى دبي. وأيضا هناك دكتور، أيضا دكتور جاسم الهاشمي، أيضا طبيب قلب، وإن شاء الله ناخذه طبعا بعد الفاصل. من الأخبار اليوم عندنا هيئة الصحة بدبي تستضيف 4 أطباء زائرين خلال هذا الشهر.
طبعا الفترة الماضية كان في عندنا في الأطباء هذيل من أمريكا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وهم يعني دورهم تشخيصي وأيضا علاجي، وكما عودتكم دائما هيئة الصحة بدبي أنها بين فترة وفترة أن يعني تجلب ناس متخصصين في كل التخصصات يعني، وناس أو أطباء على مستوى عالي جدا. طبعا بيكون هذين الأطباء هو يعني في عندنا دكتور زهير يوسف الحليس استشاري جراحة القلب في المملكة العربية السعودية، وأيضا بيكون في مستشفى دبي، وأيضا بيكون معانا الدكتور داريو دلفيني استشاري أمراض النساء والولادة للتشخيص، أيضا بيكون في مستشفى دبي، وأيضا بيكون عندنا دكتور أيضا بشار قطريجي استشاري الأعصاب بمركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة، أيضا بيكون أيضا هو بيكون في مستشفى راشد، بيكون أيضا إن شاء الله خلال هذا الشهر. أيضا من الأخبار اللي ممكن نخبركم عنها أيضا هو أو عفوا خلنا نرجع، في عندنا خبر يعني ما أدري غريب شوية بس أنا حبيت أني أشارككم فيه. يقول تحمل الرجل مسؤولية إعالة الأسرة وحده خطر على صحته. أنا صراحة قريت الخبر هذا وقلت أنا أعتقد أنه ممكن يكون صحيح، ولكن خلنا نشوف شو آراء العلماء في هذا الموضوع. طبعا ما زال الدور التقليدي في الأسرة يعني في عندنا نحن يعني شوي في تغير في الوقت الحالي، أن أيضا المرأة أصبحت يعني تعمل وتخرج يعني لقضاء كثير من احتياجات البيت بعكس ما كان في السابق، كان الرجال هو اللي أو يعني طبعا تغيرت الأمور الآن. ولكن الغريب في الموضوع أن المرأة تستطيع، أنا ما بقرأ لكم إياه، أنا بقول لكم إياه بشكل سريع، المرأة تستطيع أن تقوم بأعمال يعني في البيت وأيضا تعمل وتقوم بواجبات مثلا المشتريات وكذا، والغريب في الأمر أنها تصاب بالسعادة، المرأة تسعد عندما تقوم بهذه الأعمال. يعني الريال يمكن يعني ما يقدر يتحمل مثل المرأة، ولكن حسب ما توصل علماء أمريكيون أن تكفل الأب بوحد بعالة الأسرة يعرضه لأعباء نفسية وجسدية كبيرة. ونشرت الجمعية الأمريكية للعلوم الاجتماعية نتائج الدراسة، وقالوا أن المرأة يعني التي تحمل مصاريف العائلة لوحدها ما عندها يعني ذاك الأثر السلبي مثل الرجل، وأنها وإذا تحملت مسؤولية جعل المرأة سعيدة وراضية، لكن ذلك لا يعني أن العمل لا يؤثر سلبا على صحته. يعني مهما قلنا فأيضا هناك ضغوط الحياة، يعني خصوصا اللي يجمع بين أكثر عن العمل المنزلي وتربية الأطفال وأيضا العمل في يعني لكسب الرزق، فهذا كله أيضا يعني يعرض الإنسان لضغوط. ولكن الحمد لله لا يزال مجتمعنا يعني قادر على يعني أن المعادلة، ونحن عندنا كثير من الحالات السيدات عندنا ناجحات في منازلهم وناجحات في مكاتبهم، والله يديم الخير والصحة والعافية على الجميع. أنا أعتقد أني باقي لا خلاص، خلنا ناخذ فاصل ونواصل إن شاء الله. أعزائي المستمعين فاصل ونواصل بعد دقائق إن شاء الله. صحة وسعادة. مرحبا مجددا أعزائي المستمعين في برنامجكم اليومي برنامج صحة وسعادة. في الفقرة الثانية بنتكلم عن قسم الغدد الصماء بمستشفى
دبي. ومعانا في الاستديو الدكتورة أسماء جاسم مار الله، هي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يا مرحبا بك، نحن جدا سعداء اليوم بوجودك وإن شاء الله تحملينا إن شاء الله. أهلا وسهلا. يا حياك الله دكتورة، بس يا ليت تخبرينا عن قسم الغدد الصماء. يعني في هناك يعني في ناس ما تعرف شو هذا القسم، شو الخدمات اللي يقدمها، مين المراجعين أصلا ليونكم؟ نعم، بشكل عام بعدين نتكلم عن السكري وأطفال والسكري لدى الأطفال. خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الغدد الصماء أو أمراض الغدد الصماء هي الأمراض اللي لها علاقة مثل بصفة عامة نقول حق الأهل لها علاقة بالهرمونات. طبعا احنا في قسم الاطفال في عده تخصصات موجوده في مستشفى دبي في قسم الاطفال، وواحده من التخصصات الموجوده هي الامراض الغدد الصماء والسكري. الغدد الصماء هي عده، طبعا في جسم الانسان مثلا نقول عده غدد صماء موجوده في الجسم، مثلها من الغده النخاميه، الغده الدرقيه، الغده الكظريه، الجهه الدرقيه. فالمشاكل اللي تتعلق في الهرمونات هي المشاكل اللي تتعلق في الغدد الصماء. فاحنا في القسم هذا نشوف كل الحالات اللي لها علاقة سواء كان في إفراط هذه الغدد أو في قصور في هذه الغدد، في إفراط للهرمونات أو في قصور في الهرمونات احنا نشوفها. طبعا الناس دائما تحط السكري بروحة غدد صماء سكري، مع أن السكري هو نوع من مرض من أمراض الغدد الصماء، لأن السكري له علاقة بالإنسولين، والإنسولين هرمون، مثل ما قلنا احنا الأشياء اللي لها الهرمونات لها علاقة هي الغدد الصماء. يعني البنكرياس هي غدة صماء؟ البنكرياس عضو من أجزاء، عضو من أعضاء الجهاز الهضمي، في بعض من أجزاء غدة صماء. نعم، مش كله. هو اللي يفرز الأنسولين ولا؟ نعم، في البنكرياس في خلايا موجودة في البنكرياس اسمها خلايا بيتا، هي اللي تفرز الأنسولين. مش كل البنكرياس غدة صماء، جزء منه غدة صماء. طيب لو نتكلم دكتورة عن، يعني أنا أذكر يوم صغار كانوا يقولون لنا والله غدد صماء اللي هي اللي تفرز في الدم مباشرة. نعم. في غدد غير صماء. نعم. اللي هي تدخل في الأجهزة مثل في الهضم، في نعم. على ما أظن يمكن الصفرة أو شيء كذا. نعم، فمثل ما هي من هذه التسمية صماء، يعني هي خلايا تفرز موادها أو الهرمونات وتفرزها مباشرة في الدم، فعشان شيء يسمونها صماء. الغدد الثانية اللي حضرتك تكلمت عنها هي تفرز إفرازاتها خلال قنوات، والقنوات هذه هي اللي توصلها للجهاز، مثلا للجهاز الهضمي. فمثلا العصارات الإنزيمات هذه ما نعتبرها غدد صماء، لأن إفرازاتها ما تكون مباشرة في الدم، تكون في خلال في الجهاز الهضمي ومن هناك يمتص الشيء. مثلا عندك حضرتك قلت عن العصارة الصفراوية أو مثلا الأنزيمات اللي مثلا ناكلها اللي تهضم الأكل، هذه الأنزيمات مثلا في منها يفرز من البنكرياس، بس من البنكرياس يروح للقناة في البنكرياس إلى قناة الأمعاء، فهي مش صماء. فهذه الفرق بين الصماء والغير صماء. يعني زين دكتورة، منو اللي يراجعكم انتم؟ مين المرضى اللي يراجعون قسم الغدد الصماء بمستشفى دبي؟ نعم، فالمراجعين طبعا عندنا جميع الأطفال، يعني كل الأطفال، القسم يستقبل الأطفال في جميع الأعمار اللي لهم مشاكل تتعلق بالغدد الصماء. مثلا أعطيك مثال على المشاكل، مثلا عندك مشاكل قصر القامة، طول القامة، هذه لها علاقة، هذه التحويلات هذه غالتينا احنا. مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية فالأطفال، طبعا هذا الشيء موجود في الأطفال، إذا هذين النفس بعد يراجعون عن القسم. مشاكل في الغدد الجار درقية اللي هي عادة تكون مشاكل لها في الكالسيوم، نقص الكالسيوم أو زيادة الكالسيوم أو نقصة. المشاكل اللي لها علاقة مثلا بالبنكرياس، مثلا في الإنسولين، فالمرضى اللي عندهم السكر، المرضى سأو حتى عنا اللي هي إفراط في إنتاج الإنسولين اللي يسبب لهم هبوطات من السكر، فهذين نفس الشيء يعتبرون من المراجعين. اللي عندهم مثلا قصور في الغدة الكظرية أو الغدة اللي نسميها لها اسم ثاني هي الفوق كلوية، اللي تفرج هرمون الكورتيزول، هرمون الألدوستيرون اللي يضبط الملح، والهرمونات البلوغ، هذه كل الأمراض اللي احنا تينا احنا. جميل. نعم. طيب أنا بس عندي في عندي مسج يقول صباح الخير، نبحث عن أرخص تأمين لكبار السن لأن أقل سعر حصلت عليه
هو 2500 درهم. هذه الرسالة جايتنا من جابر. جابر إن شاء الله باكر بيكون ويانا دكتور حيدر مدير إدارة التمويل الصحي، وإن شاء الله بيجاوبك إن شاء الله، فإن شاء الله بيكون ويانا ضيف إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله. طيب دكتور، الآن أنت تكلمتي، هل مرضى السمنة يراجعونكم أيضا؟ نعم نعم، مرضى السمنة. شو علاقة السمنة بال يعني بالغدد الصماء؟ طبعا اذا لو احنا خذينا ان السمنه او الفات يمكن يعتبر اكبر عضو غدد صماء في الجسم، يعني السمنه بصفه عامه، يعني المراجعات طبعا الاطفال اللي يقعون في مرحله الوزن الزائد او السمنه في البدايه هم مثلا مفروض انهم ينشافون بالطبيب الاطفال، الطبيب الاطفال الخاص بهم، يجري بعض الفحوصات، لكن اذا الحين طبعا كانت الفحوصات غير طبيعيه او اذا كان في سمنه مفرطه فهذيل لازم يتحولون على عياداتنا واحنا نشوفهم، لان السمنه بصفه عامه انه ممكن نقول هذا مرض العصر، بس مش كل مرض سمنه معناته يحتاج علاج مثلا او يحتاج تحويل، ففي حالات معينه اللي هي تتحول، اللي هي مثلا في الفحوصات طلعت فيها اشياء غير طبيعيه، واللي من البدايه يمكن عندهم سمنه مفرطه او سمنه، لان قد تكون السمنه هذه لها علاقه باضطراب الهرمونات، كما ان في بعض المتلازمات الموجوده عند الاطفال ايضا تسبب السمنه، فهذيل اللي هم يعني عندك رقم دكتوره، يعني مثلا احنا عندنا الحين منتشره السمنه خصوصا نعم. بين الاطفال يعني نعم. فهل هو بسبب عادات غذائية سيئة أو هو خلل في الهرمونات؟ عندك رقم ممكن لو إذا كان متوفر عندك؟ نعم، أول شيء أقول نعم، السمنة يمكن فيها اضطراب الهرمونات، بس هذا يعني يمكن نسبة ضئيلة 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 جدا، يعني لو أقول لك إياها إن معظم السمنة اللي موجودة اللي إحنا نشوفها في الأطفال هذه لايف ستايل أو نمط حياة، يعني لها علاقة بسوء نظام التغذية وقلة الحركة. هو على موضوع قلة الحركة ترى دكتورة، يعني نحن الحمد لله الله أنعمنا يعني بوقت إن كنا نطلع يعني من عقب المدرسة لين ما يأذن المغرب نحن خارج البيت، هاي وكنا نلعب، يعني أذكر كنا نلعب كرة يمكن تقسيمتين وثلاث تقسيمات، وحتى يعني بس ما يوقفنا إلا أذان المغرب يعني. أما الآن المساكين الأطفال ما عندهم هذه، كلها على الأجهزة اللوحية والتليفونات. فأنا دائما مثلا حتى في العيادة لما يسألوني مثلا إنزين إحنا شو نقدر نسوي حق الأطفال عشان مثلا نمنعهم مثلا من إنه أو ما يخلوهم يكونوا مصابين بالسمنة أو شيء، يقولون إن نمط الحياة الصحي، يعني نفس يعني أكلنا اللي إحنا ناكله بس اللي يكون يعني صحي متنوع أكثر، الطفل يلعب رياضة، ياخذ مثلا يعني ياخذ كفايته بالكالسيوم والفيتامين دي، ينام من وقت، وهذا اللي احنا يمكن كنا نسويه قبل، عشان كذي ما كنا نشوف هاي المشاكل اللي احنا الحين بدينا نشوفها، يعني من الرفاهيه فبدينا نشوفها بكميه يعني وبعداد كبيره جدا، يعني اعداد مهوله. على فكره بس انا بغيت انوه ان ترى اليوم نحن في عندنا بعض الفعاليات في مستشفى راشد بخصوص يوم السمنه. نعم يعني للعلم. طيب دكتوره، انت شو الاجهزه وشو التقنيات اللي تستخدمونها عندكم في القسم؟ نعم، يمكن التقنيات الحديثة أكثر شيء تدخل في علاج داء السكري أو مرض السكري، لأن مرض السكري وبالخاصة في الأطفال طبعا معظم الحالات اللي إحنا نشوفها في السكري اللي عند الأطفال هي من النوع الأول، اللي هي مثلا بمعنى بس شو الفرق يعني بين أنا أسمع واحد واثنين أو نعم. الأول والثاني؟ نعم، بصورة مبسطة أن السكر يعني ارتفاع نسبة السكر في الدم، اللي ينظم نسبة السكر في الدم هو هرمون الإنسولين مثل ما قلنا، اللي يفرز من البنكرياس. إذا أنا عندي نقص في الهرمون لسبب ما أو هذا، فهذا يسبب لي النوع الأول. أوكي، النوع الثاني يجيني من مقاومة الإنسولين، يعني الإنسولين موجود بس الجسم يقاومه، ومن أهم الأسباب اللي تؤدي إلى هذا الشيء اللي هي السمنة، تزيد مقاومة الإنسولين. طبعا النوع الثاني إذا استمر لمدة طويلة ممكن بعدين بعد ما الجسم يبدأ يقاوم ويفرز كميات كبيرة من الإنسولين أساس يقاوم ارتفاع السكر، بعدين يعني ممكن حتى يصير في نقص سكر ويصير مثل النوع الأول، بس الفرق الرئيسي مثل ما قلت النوع الأول ما في إنسولين، النوع الثاني في مقاومة للإنسولين. فالإنسولين لأنه هرمون والطريقة الوحيدة اللي يعطى فيها اللي هي عن طريق الإبر في حالة النوع الأول. النوع الأول طبعا حتى المرضى النوع الثاني يستخدمون الإنسولين، بس في النوع الثاني يمكن إنسولين وممكن أدوية اللي هي المخفضة للسكر عن طريق الفم، يعني في علاجات أخرى موجودة في النوع الثاني، لكن النوع الأول العلاج الوحيد الموجود للوقت الحالي الإنسولين. زين، طيب دكتورة عندكم أرقام
يعني عدد المراجعين عندكم في القسم خصوصا الأطفال؟ طبعا احنا المراجعين عندنا يعني احنا القسم عندنا طبعا مرضى اللي هي ان بيشنت اوت بيشنت، فعندنا مرضى ندخلهم في القسم ومرضى يعني نشوفهم في العيادة. معظم الحالات اللي في الغدد الصماء يعني عددنا الكبير اللود علينا احنا في الاوت بيشنت لانها كلها في العيادة الخارجية. الاعداد يعني تقريبا احنا في السنة الماضية يمكن شفنا يعني فوق 1500، يعني ما يتعدى 1500 حالة مقسمة بين يعني امراض غدد صماء، سكري، الناس الأطفال اللي عندهم مثلا على أجهزة اللي هي التقنية الحديثة اللي هي مثل مضخات الإنسولين، المجسات. فالعدد كان يعني يتعدى هذا يعني فوق 1500. زين دكتورة، بس في هناك طبيب الغدد وأيضا الأخصائي التغذية عندكم؟ نعم، أنا يعني شفت مركز دبي للسكري. نعم. ما شاء الله يعني عندهم تقريبا كل شيء يتعلق بالسكري يعني. نعم. بخصوص القسم عندكم، في عندكم أيضا أخصائيين؟ نعم، عندنا في القسم متكامل يعني. نفس الستينج موجود عندنا إحنا في عيادة السكري في الأطفال في مستشفى دبي، فعندنا تيم كامل، فعندنا أخصائيين تغذية، عندنا أخصائية تثقيف سكر، وعندنا أطباء، وعندنا أيضا سايكولوجي، لأن هذه الأطفال كثير منهم وأهاليهم يحتاجون، لأن مرض مزمن فتيهم حالات أن يحتاجون سبورت. والله مشكلة دكتورة أنك أنت منع الطفل من أنه مثلا يأكل شوكولاتة ولا آيس كريم ولا يعني هذا مبدأ غلط. ما في شيء اسمه ممنوع، هذا الفكرة اللي هي الغلط اللي الناس تأخذها. أول شيء ما في شيء اسمه ممنوع، يعني المريض السكر عنده نقص في الإنسولين يعوض في الإنسولين. الحين إحنا ما نقول أنه مثلا هاي الأشياء صحية، بس هذه الأشياء إذا أخذها الإنسان بين فترة وفترة وعوضها يعني بالإنسولين، فما فيها ما فيها أي مانع. أيوة. فما في شيء احنا نعتبره ممنوع. فهاي المشكلة الرئيسية اللي يمكن تصير عند الأطفال، لا انه ما بياكل، لا ما في شيء اسمه شيء. الطفل هذا لازم يعيش حياة طبيعية مثل اي طفل ثاني. فبالتدريب وبالمراجعة وبالهذا نقدر نسوي هذا الشيء، ويقدر ياخذ اللي يبغي، بس انه ما يضر صحته. انزين دكتورة، انا خلص الوقت عندي، بغيت كلمة اخيرة توجهينا للسادة المستمعين. أول شيء أحب أنوه عن شيء، إن مثلا يمكن عن مسألة السمنة عند الأطفال، إن السمنة إن معظم الأطفال إن الأهالي لما يجون عنا ويقولون إن يبون علاج سريع، ما في شيء اسمه علاج سريع. علاج السمنة عند الأطفال يعتبر نمط الحياة، وإذا الأهل ما تبعوا معاهم لا يمكن العلاج هذا ينجح. رحلة علاج يعني بتعاون كل الأطراف. نعم. كالطبيب والعائلة. نعم. نعم. شكرا شكرا دكتورة أسماء جاسم مار الله، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بمستشفى دبي. شكرا جزيلا لك دكتورة. أعزائنا المستمعين، إن شاء الله بس دقائق ناخذ فاصل ونرجع لكم بعد قليل. صحة وسعادة. مرحبا أعزائي المستمعين مجددا، معكم في برنامج صحة وسعادة. قبل الفاصل كانت عندنا دكتورة أسماء جاسم مال الله، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، والآن معانا الدكتور جاسم. صحة وسعادة، أنا شو قلت؟ صحة وسعادة. معنا الدكتور جاسم الهاشمي، رئيس قسم القلب بمستشفى دبي، وأيضا استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية. دكتور صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور، يا حيكم أهلا وسهلا. يا مرحبا بك، كيف حالك؟ حالي بخير الله يعافيك. الله يطول عمرك يا دكتور. دكتور أنت يعني أنا الحين أسمع قسطرة وأمراض قلب وتداخلية وهذا، بس قبل ما نوصل لهذا ياليت تكلمنا يا دكتور عن قسم القلب والمرضى اللي يزورونكم، العمليات اللي يسوونها، التقنيات اللي تستخدمونها يعني بشكل عام، وبعدين ممكن نشوف كيف إذا في حاجة ممكن نسأل إضافي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر إذاعة نور دبي على استضافتي في هذا البرنامج، برنامج صحة وسعادة، برنامج رائع، ونحن صراحة من المتابعين لهذا البرنامج. قسم القلب منذ إنشاء مستشفى دبي في أوائل الثمانينات بدأ بشكل مبسط، وتم يعني تم تطوير القسم بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم عن الوضع الحالي الآن. القسم تقريبا يعتبر من الأقسام الرائدة الكبيرة في مستشفى دبي،
ويغطي تقريبا جميع الجوانب اللي يحتاجها القلب، سواء في العلاج أو في الرعاية ما قبل العلاج أو الرعاية ما بعد العلاج. نحن نغطي صراحة جانب كبير. القلب ما ينحصر في أمراض معينة، لأن هناك تقريبا ممكن نقول في أكثر من قسم للقلب. في قسم التقنيات وتصوير القلب، واللي طبعا ينقسم تقريبا إلى 4 أقسام أخرى. في قسم الشرايين وتشخيص الشرايين وعلاج الشرايين. في قسم علاج فشل وضمور عضلات القلب. في قسم متعلق بكهرباء القلب. في قسم متعلق بإعادة التأهيل لمرضى القلب. ناهيك عن القسم الآخر اللي هو له علاقة شبه مباشرة بعمليات القلب الجراحية اللي تقام في مستشفى دبي. فنحن تقريبا في قسم القلب في مستشفى دبي نتعامل بشكل كبير مع جميع حالات القلب وجميع أمراض القلب الموجودة، سواء المتعلقة بالطب كقلب فقط أو بالجراحة. دكتور، بخصوص العدد المراجعين اللي يجونكم، هل يعني هل هي نسبة يعني مقبولة عالميا، أو يعني هناك في بعض يعني المؤشرات اللي يعني تستوجب يعني الانتباه أكثر؟ طبعا قبل ما أجاوب على السؤال، أنت تعرف أن إمارة دبي بحد ذاتها تقريبا نحن بالنسبة لنحن في كقسم القلب نستطيع نقول أن نحن نستطيع أن نخدم تقريبا 80% من دولة الإمارات العربية المتحدة. معظم المراجعين اللي عندنا نحن في العيادات يجونا من مختلف إمارات الدولة، من رأس الخيمة، من الفجيرة، من أم القوين. وعندنا العيادات يعني شغالة تقريبا أسبوعيا يوميا تقريبا بمعدل 7 ساعات يوميا، وتغطي ما يقارب أحيانا من 120 إلى 130 مريض يوميا. أيوة، إذا ضربناها في 7 أيام، 7 أيام عمل دكتور؟ لا، 5 أيام. 5 أيام. خمسة أيام عمل. طبعا هذا تقريبا 600 مريض في الأسبوع. تقريبا 600 مريض في الأسبوع، وممكن تحسبها أنت على تضربها في 50 أسبوع أو تقريبا في 48 أسبوع، وتشوف العدد الهائل اللي يقدمها قسم القلب في مستشفى دبي. أعضاد المرضى طبعا في تزايد نتيجة لاتساع الخدمات وإضافة خدمات جديدة عندنا في قسم القلب. ممكن لو أعطيت مثال بسيط أقولك، مثلا في البداية كان تصوير القلب فقط منحصر في الإيكو كارديوغرافي اللي هو السونار اللي نحط على الصدر وممكن تشوف عملية القلب، لكن الآن توسعت التصوير القلب وأصبح يضم الآن الأشعة المقطعية لشرايين القلب والرنين المغناطيسي لعضلات القلب. طبعا هذا حدث تطور كبير، وصار كثير من المرضى يلجؤون ويجون عندنا في مستشفى دبي. هذا جواب على سؤالك انه شو سوى علينا لود، سوى علينا زحمة كبيرة، سوى علينا عبء كبير صراحة. بس انا عساس اني قبل ما يستوي علينا لود، بس بغيت اذكر السادة المستمعين بان ارقام التواصل هي 600-551-414 او عبر الرسائل النصية 4006. طبعا معانا الدكتور جاسم الهاشمي، رئيس قسم القلب واستشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى دبي. أنا آسف للمقاطعة دكتور، بس يمكن في ناس التحقوا ويانا يعني وعشان يكونوا عارفين عن شو نتكلم نحن. اي نعم، كنا نتكلم عن قسم القلب في مستشفى دبي، وقلنا أنه من الأقسام الرائدة الكبيرة حقيقة صراحة، واللي تخدم قطاع كبير من الشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة. والإحصائيات تشهد يعني علينا بالكم الهائل اللي يستقطبه قسم القلب في مستشفى دبي، والخدمات اللي يقدمها طبعا مستشفى دبي لجميع الزوار وحتى المرافقين للمرضى ومرافقين المرضى أحيانا. طيب تفضل دكتور، آسف المقاطعة. تفضل. بعد نحن مثل ما قلت نواكب التطورات الحديثة الموجودة في مجال الطب، من تركيب البطاريات بمختلف أنواعها المتعلقة بمنظمات القلب، سواء الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية، كذلك تركيب الصمامات. وعندنا طبعا تخطيط كبير جدا للأمام ولسنوات قادمة، أن احنا إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا أن احنا نفتح مركز القلب بالتعاون مع مركز جراحة القلب لزراعة القلب في مستشفى دبي إن شاء الله. طبعا المستقبل كبير،
ولسه نحن يعني ما زلنا نبدأ الآن في وضع الخطط، وما شاء الله ماشيين وقاطعين شوط كبير. كذلك التقنيات الموجودة عندنا، نعتبر من أوائل المراكز في دولة الإمارات اللي افتتحت الرنين المغناطيسي لعمليات لمرضى القلب. طبعا تقول لي انت هذه التقنيه جدا دقيقه جدا، شو تخدم؟ تخدم قطاع كبير، او عفوا تخدم قطاع معين من الـ الناس اللي ما استطعنا ان احنا نوصل للتشخيص الاساسي. طبعا في كثير من الناس اللي يونا وما نقدر نشخصهم، الطريقه الاخرى شو يسوون؟ ان يلجؤون للخارج، يصيرون مراكز متقدمه. فنحن كنا نبغى يكون عندنا جميع التقنيات اللي تساعدنا في تشخيص المرض، بالاضافه الى اساليب العلاج الحديثة اللي تعالج هذه التشخيصات الموجودة. دكتور، الحين في واحد يقول لك والله أنا عندي ألم في صدري، كيف أنا أعرف أن هذا الألم ناتج عن مرض في القلب أو أنه يعني ممكن يكون أسباب أخرى؟ طيب يعني بشكل عام، نحن ما نبغى نتكلم في تفاصيل، بس يعني واحد يقول لك والله أنا صدري يعورني أو قلبي يعورني، أو كيف تقدر تميز هذا ان فعلا عنده مشكلة في القلب او ان هذا شيء عارض او شيء يعني يمكن علاقة بالعضلات او العظام او ما اعرف صراحة، يعني انت ادرى مني في هذا كله. طبعا شوف، في معظم البلاد المتقدمة في خدمات توفير خدمات القلب وعلاجات امراض القلب، عندهم قسم في قسم القلب اسمه chest pain unit، يعني ألم الصدر. الصدر قسم كامل، قسم بس ألم الصدر. ألم الصدر. لذلك أنا أنصح أي شخص موجود ويشعر بألم صدر غريب ما جاله من قبل، يعني هذا الشيء أول مرة يجيله. طبعا لو سألتني شو أسباب آلام الصدر، بعطيك أنا تقريبا الآن 32 سبب ما لهم علاقة في القلب أبدا. والألم يكون في الصدر؟ يكون ألم في الصدر، وتقريبا ممكن أقول لك على 12 سبب آخر متعلق بالمعدة، هي تسبب نفس أعراض أمراض القلب والشرايين. طيب كيف يحدد الشخص الآن اللي جاله مثلا يمشي في الشارع مثلا أو يمشي في المول وفجأة حس بألم في صدره وهو يمشي؟ نقول حق هذا الشخص سوي الآتي: إذا حسيت أن ألم بدأ يزيد عليك أوقف في مكانك، لا تتحرك ولا تمشي زيادة ولا تبذل أي مجهود، خلك واقف في مكانك واطلب أقرب مساعدة لأقرب شخص أمامك، قل له سمحت عن في تليفونك واتصل بالأسعاف. أنا أقول على الشخص اللي جاله وجع، يعني جاله وجع في صدره أول مرة ما كان متوقع أنه يجي له وجع، لكن مثلا واحد كح وجاله وجع في صدره يعني مقبولة، ويتصل لأقرب مركز إسعاف وينقلون على المستشفى. الآن هذا المفروض لما يوصل المستشفى، مفروض من الدخول باب المستشفى إلى أول تخطيط قلب لازم ما يتعدى 7 دقائق. هل وصلنا نحن هالمستوى دكتور؟ نحن حققنا مستوى أحسن من هذا. كم دكتور عندك الرقم؟ نحن عندنا 5.5. 5.5؟ هي نعم. والعالمي كم دكتور قلت لي؟ 7 دقائق. 7 دقائق ما شاء الله. في إمكانية تنزل هالخمس دقائق؟ نعم إلى أقل؟ نعم عندنا نحن في الاتفاق ما شاء الله مع الدكتور محمود غنايم في قسم الطوارئ في مستشفى دبي. يعني القسم بهذا القسم يعني جهد كبير في أنه يقللها يوصلها إلى 4 أو 4. أنا أعتقد أنتو دكتور العملية كلها ثواني، ترى يعني الثاني تفرق عندكم دقة. ثواني يعني ممكن نحن نشتغل بالثواني والدقائق. نعم ممكن إنقاذ يعني مريض ممكن خلال ثواني، وإذا زدت إذا يعني تأخر ممكن تفقدون السيطرة على الحالة. ممكن 100%. الاعتراف الدولي اللي حصلنا عليه في مستشفى دبي وعلى جميع دائرات هيئة الصحة في مستشفى دبي كان من ضمن معايير التقييم اللي هو دور تو نيدل، يعني من الباب إلى أن الواحد يسوي له، أو دور تو ECG للتخطيط القلب. والحمد لله يعني جميع المستشفيات التابعة لهيئة الصحة حققت هذا الإنجاز الكبير، وكان من أسباب التقييم الرئيسية ونجاحها تقريبا في هذا الشيء. طيب في حد يسلم عليك دكتور، مخرج عيسى بخيت يبلغك تحياته. حياه الله وسهلا. زين قلت لي انتم وصلتوا 5 دقائق وفاصله شيء كذا، 5.5. نعم انزين دكتور، نرجع مره ثانيه لاول اتصال. اول ما يحس الشخص عنده الم غريب يتصل، ويعني ما في
ما في يعني خيار آخر، لأنها موضوع يتعلق بالقلب وسلامة الشخص. إيه نعم، إذا واجه الإنسان أي شعور غريب أو أي ألم في الصدر غريب ما كان يواجهه من قبل وحس أنه بدأ يزيد، فالأفضل أنه يوقف في مكانه ويطلب أقرب مساعدة طبية موجودة. زين، طيب في أشياء هناك دكتور يقول لك هذا قلب قوي، ما أدري هل هو يتعلق بالقلب فعلا في الناحية الصحية أو بال يعني بالشجاعة، يقول لك قلبه قوي يعني يمكن هذا مصطلح يعني محلي دارج معنوي يطلق على الناس اللي قلوبهم قوية مثلا يقدرون يواجهون المصاعب والمتاعب في الحياة وإنسان يتحمل كثير، ممكن نطلق عليه معنويا وصف أنه قلبه قوي. لكن بعض الأحيان أنا بقول لك بعض الفئات من المجتمع اللي يمارسون الرياضات الماراثونية، الرياضات اللي هي فيها جهد كبير وتستهلك وقت من يومهم تقريبا 4-5 ساعات يوميا، خليني أقول لك الشباب اللي يسيرون الجيم الآن هذيلا يعني أحيانا يعانون من آلام في الصدر، والآلام في الصدر قد تكون مهمة جدا وقد تعكس تقريبا أحيانا تعكس أن في مرض داخلي موجود وهم ما حاسين فيه. هذيلا النوع من الناس يصير عندهم تضخم في عضلات القلب، والتضخم في عضلات القلب بحد ذاته يعتبر عامل خطورة إما للإصابة بفشل في ضمور القلب لاحقا أو أنهم يعني الله يسلم من الناس جميعا يؤدي إلى الوفاة المفاجئة. فنحن ننصح الناس جميعا، وأنت تعرف أن لاعبين كرة القدم اللي يتعينون عندنا تقريبا في أنديتنا منهم من يتعرض يعني يجون يسوون فحوصات طبية، وهذا تقريبا يعتبر فحص أساسي لعضلات مع أنه رياضي يعني طول حياته رياضي كل يوم يجري وكل يوم يمكن يعني نظام الغذائي يعني منظم ولكن في حالات أصلا حصلت دكتور أنه في لاعب في مستوى عالمي يعني محترافي ويسقط في الملعب بسبب يعني وقف قلبه. هي نعم، فهذه الرياضات حقيقة الماراثونية تحتاج متابعة خلينا نقول سنوية للطبيب، بحيث أن لو وصل تضخم القلب على معدل معين أكثر من معدل معين الأفضل لنا يأخذ احتياطاته يعني. زين جميل دكتور، بس بغينا نعرف شو أكثر حالات توصلكم القسم؟ يعني هل هم الجلطات، هل السكتات، هل يعني ما أعرف صراحة، أنا ما متخصص، نبغى نستفيد من خبرك دكتور. نعم، معظم الحالات اللي توصل نحن طبعا عندنا في مستشفى دبي الفلتر الرئيسي أو بنقولون فلتر عنق الزجاجي يأتي من الطوارئ، فمعظم المرضى اللي نستقبلهم قسم القلب في مستشفى دبي يكونون متفلترين عن طريق الطوارئ أو قسم الطوارئ الموجود في مستشفى دبي. معظم هؤلاء المرضى اللي يحولون علينا يكون عندهم ألم في الصدر، فتقريبا خلينا نقول 60% من المرضى المحولين إلى قسم القلب هم مرضى يشتكون من آلام في صدرهم. أحيانا قد يوصل التشخيص إلى وجود جلطة في القلب، وهذا لمن 60 أنا أقول لك يوصل تقريبا 20% يكون عندهم جلطة واضحة في عضلات القلب من أول جنيوري 2016 إلى تقريبا خلينا نقول نهاية أكتوبر 2016 عدد المرضى اللي أصيبوا بجلطات بالقلب وجوا عن طريق الطوارئ ما يعادل تقريبا من 270 مريض، وطبعا هذا عدد كبير جدا. المرضى اللي 20% الثانيين أو خلنا نقول عفوا هم 60، 20 منهم متعلقين بإصابات بجلطات القلب والشرايين، 30 الثانيين مصابين بشو بذبحة صدرية مش جلطة صدرية. شو الفرق دكتور؟ أنا أقول لك الـ 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 الجلطة أنا عندنا نسمع جلطة وذبحة وسكتة وسكتة. السكتة اللي هي عبارة عن سكت يعني سكت القلب أي انتهى ولم يتكلم ولم ينبض، وهذه قد تكون ناتجة عن جلطة أو ذبحة صدرية. هو طبعا السكتة القلبية عبارة عن رفيف سريع في عضلات القلب ما يشابه أن القلب ينبض بشكل سريع بمعدل 200 إلى 300 ضربة في الدقيقة، وطبعا لما القلب يضرب 300 ضربة في الدقيقة ما يضخ أي دم فيصير عنده تقريبا مثل السكوت كأنه واقف ما يشتغل. الجلطة هي عبارة عن انسداد كلي في شرايين القلب الرئيسية تؤدي إلى منع كلي لتدفق الدم في هذه الشرايين ومن ثم موت عضلات القلب. أما الذبحة الصدرية هي عبارة عن انسداد جزئي في شرايين القلب، هناك تدفق للدم في الشرايين لكن هناك انسداد
70-80-90-60% يؤدي إلى قصور في تروية عضلات القلب، مما ينتج عنه ذبحة صدرية. فالذبحة هي عبارة عن انسداد جزئي، أما الجلطة فهي انسداد كلي في شرايين القلب. بخصوص العمليات القسطرة والدعامات، وين وصلنا دكتور؟ نحن في أحد من الأخوان يقول لي كان في دولة من الدول وقالوا له والله إذا تبغي دعامات كذا ترى قيمتها كذا، وإذا تبغي دعامات كذا ترى، يعني ما أدري مدى صحة هذا الكلام دكتور. بالنسبة لي شو المرحلة اللي وصلنا لها الحين في مستشفى دبي المتعلقة بقسطرة القلب؟ تقريبا نحن نغطي جميع أنواع قسطرة القلب الموجودة في انترناشنال المتعارف عليها، موجودة جميع أنواعها بما يتعلق من موقع الانسداد أو طريقة الانسداد، مثلا إذا كان متحجر أو أنه في خثرات فرش الحين موجودة، أو تكلس الشرايين، هذا كله عندنا موجود. والتطور الجديد اللي احنا حصلناه ان احنا نستطيع بحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا نغير الصمام مال القلب عن طريق القسطرة بدون ما يتعرض لعملية جراحية او فتح صدر. يعني عيد لي كلامك دكتور كيف؟ طبعا انا قلت لك في البداية ان احنا وصلنا لمراحل متقدمة في، انا عارف ان القسطرة تفتح يسوون بالون وكذا او هذا، بس ان يبدلون العرج يعني نفسه؟ لا مو بالعرج، نبدل الصمام كامل المتعلق في القلب. اوكي. هي نعم الصمام، لان احيانا يكون في صمام فيها انسدادات وهذه ممكن نبدلها عن طريق القسطرة في مستشفى دبي، نعم، بدون ما يتعرض الانسان لاي عملية جراحية، وطبعا لها متطلبات معينة، اذا استوفى المريض هذه المتطلبات كان من ضمن المرضى اللي نسوي لهم. اما بالنسبه للدعامات، اي تفضل. انا بقول لك على صراحه على كلمه سمعتها من اكثر من مريض، ساره وبانكوك تايلاند، وهناك طبعا سووا فحوصات فقالوا لهم هالكلمه صراحه، وانا جدا جدا كلمه تعجبني، قالوا لهم انتم ليش جايين عندنا؟ عندكم احسن مركز قلب في دبي، تيون تتعالجون القلب عندنا. العموم قلنا لهم نحن حاضرين وموجودين ومتى ما تبونا نحن متوفرين. أما بالنسبة للدعامات، بداياتها كانت عبارة عن دعامات عادية مصنوعة من البلاتينيوم والكرونيوم، تمام؟ صار فيها انسدادات كبيرة. ليش؟ قولي ليش؟ لأن الجسم ما يرضى أنك تحط داخله شيء غريب، فيروح يقاوم هذا الشيء الغريب، وكونه يقاومه في مكان حساس مثل شرايين القلب، فتطوروا ان اخترعوا ان الدعامات المغطاة بالدواء. ليش؟ الدواء يقلل من نسبة ان الجسم يرفض هذه الدعامة. ثم بعد ذلك تطوروا التطور الاخير اللي موجود الان والناس كلها تقريبا تسويه، ونحن بدينا فيه من 2011، يحطون الدعامات اللي تم 6 شهور الى سنة وبعدين تذوب خلاص في الدم، ما تكون موجودة، بحيث ان الشريان يرجع الى وضعه الطبيعي اللي كان قبل ما يصير فيه انسدادات. نحن عندنا كل هذا موجود. طيب دكتور، نحن باقي عندي دقيقة واحدة، شو تبغي تقول حق السادة المستمعين؟ نصايح عامة او حسب ما تحب. والله صراحة أنا ما بغيت اللقاء هذا ينتهي، لأن اللقاء والله محصورين. نعم محصورين، لكن نصيحتي لجميع الناس الموجودين على أرضنا الحبيبة والموجودين على بقاع هاي الدنيا، أنا أعطيهم 3 نصايح رئيسية. 1، أكثروا من المشي. 2، قللوا من النوم. قللوا من النوم؟ إيه. يعني الواحد يقضي يومه كامل. إنزين. 3، أكثر من المشي وقلل من النوم ومارس الرياضة. يعني نمط الحياة دكتور الآن أصبح صعب أن الواحد يعني يتبع نصايح الثلاثة هذه، فالله المستعان. الله المستعان، نكتب الصحة والسعادة للجميع إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا شكرا. كان معنا دكتور جاسم الهاشمي، رئيس قسم القلب واستشاري أمراض القلب والقسطرة الداخلية بمستشفى دبي. أعزائنا المستمعين، وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، وباكر بغير نذكر باكر بيكون عندنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، ونتكلم عن التأمين. اللي كان عنده أي استفسار خلال الفترة الماضية فما عليه إلا أن يتابعنا باكر، وأرقام التواصل من أعلنها في بداية البرنامج وخلاله إن شاء الله في يوم غد. ونتمنى لكم صحة وسعادة وحياة مديدة بالخير والبركة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.